لازم تلقح أولادك. اللقاح بيحميهم من أمراض كتيرة، وهو متوفر مجاناً بجميع مراكز التسجيل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين. بعد إنهاء عملية التسجيل، تأكد من حصول أطفالك على لقاحي الحصبة وشلل الأطفال قبل ما تغادر مراكز التسجيل. كمان اللقاحات الإضافية متوفرة بشكل مجاني بجميع مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات. سأل عن أقرب مركز إلك. لقاح آمن تماماً ومطابق للقاحات اللي كانت عم تتوزع بسوريا. لمعلومات أكثر، اطلب الكتيب الخاص بالخدمات الصحية من مراكز التسجيل التابعة لمفوضية اللاجئين. لقاحاتك يلا تاخدها انت القلب والروح.